لم تحذو ميشيغان حذو كولورادو، فتفسير القضاء للتعديل 14 اختلف. كولورادو كانت قد حظرت إدراج اسم الرئيس السابق دونالد ترامب على القوائم الانتخابية. We will never give up. We will never concede. لكن ميشيغان رأت أن اتهام الرئيس بالعصيان المدني ومحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لم يكن كافياً لإعلان عدم تأهل ترامب لخوض الانتخابات القادمة 2024، فالدلائل ليست كافية، ومجلس الشيوخ برأ الرئيس في ذلك الوقت. جميع الولايات التي وضعت أمام خيار منع ترامب من المشاركة في الانتخابات رفضت هذا الخيار بما في ذلك ميشيغان. وعلى عكس كولورادو، رفضت محاكم ميشيغان القضية بالكامل لأسباب إجرائية، ولم يتوصلوا للإجابة على أسئلة حول ما إذا كان يوم 6 يناير تمرداً وما إذا كان ترامب قد حرض عليه. ومع القرارات المتضاربة تصبح الطعون المتوقعة أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة أكثر أهمية. وقال قاضي محكمة المطالبات في ميشيغان الذي نظر في القضية لأول مرة إن قانون الولاية لا يمنح مسؤولي الانتخابات أي مجال لمراقبة أهلية المرشحين للانتخابات التمهيدية الرئاسية. وقال أيضا إن القضية تثير مسألة سياسية لا ينبغي أن يتم البت فيها في المحاكم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.